من صباح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا للرجال الاسكواش توج امبارح ببطولة العظماء الثمانية للسكواش اللي استضافتها مصر في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021-2022، وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-0. كمان توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش ببطولة العظماء الثمانية الاسكواش، وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على منافستها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش بنتيجة 3-0. منتخب مصر لكرة الصالات خسر امبارح امام المنتخب المغربي بنتيجة 5-2، بالنتيجة دي ودع الفراعنة منافسات كأس العرب من نصف النهائي. فريق الترجي التونسي توج بطلا للدوري التونسي بعد ما حقق الفوز على اتحاد بن جردان في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من مجموعة التتويج بالدوري التونسي في الموسم الحالي 2021-2022، وتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف اتحاد المنستيري. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لجمانة وشازلي عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا ليندا، ولسه كلامنا عن رياضة مستمر.